تسويه القدره في الفول عامله ازاي. بصوا ادي اول تسويه للفول في القدره زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا طالع كهرمان، لازم التجربه. تيجوا بقى نشوف كده مع بعض التجربه بتاعه الفول في القدره وايه سر اللون بتاعه يبقى كده. يلا بينا، حطوا لايك كتير للفيديو. يلا كل سنه وانتم طيبين ومع جيجي دايما متجمعين. ازيكم حبايب قلب جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين ومع جيجي دايما متجمعين. الناس اللي سالت ازاي نسوي في القدره اللي انت جبتيها يا جيجي، القدره هي يا جماعه الفخار، الناس اللي بتقول بتتحرق او الطواجن اللي هي مش مطليه وبتتحط على النار مباشر لازم تتحرق، دي اصلا محروقه عشان كده غاليه. مش ده اللي بيتحرق، الرخيص هو اللي بيتحرق وده بيبقى الجوده بتاعته اعلى بكتير. هنبتدي بقى دلوقتي. اول حاجه طبعا غسلتها كويس جدا، بنغسلها عادي خالص تحت الحنفيه، اتغسلت كويس قوي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ندمس الفول جوه القدره ازاي وهيطلع معانا عامل ازاي. هيطلع زبده زبده زبده. اول حاجه معايا نص كيلو من الفول البلدي بتاعنا اهو، اللي هو بيبقى مبيض شويه، ما تجيبيش الاحمر قوي، ده بيطلع معاكي الفوليه سودا، ما بتطلعش بيضه كده وناعمه وحلوه. معايا نص كيلو، القدره دي بتاخد نص كيلو، دي الكبيره. نص كيلو من الفول، طبعا حاجه ما اتغسلتش، هروح بيها بعد ما اوريكم الحاجه على الحنفيه، انا نقيته بس. معانا نص كيلو من الفول البلدي، ومعانا معلقه كبيره مليانه من القمح، معلقه كبيره مليانه هرم من القمح. معايا معلقتين من الفول المدشوش، معايا معلقتين كبار من العدس الاصفر، ومعانا كمان معلقتين كبار من الرز المصري. ممكن لو عايز تحطي معلقه واحده حطي، بس انا بحب احط معلقتين. طيب ايه كمان معانا من الحاجات دي؟ بصوا كده اهو، معايا معلقه كبيره من الكركم، ومعايا معلقه ونص كبيره من البابريكا، معايا معلقه صغيره من السكر، ومعايا نص معلقه صغيره من ملح الليمون. تمام، معانا كمان معلقه صغيره من الثوم البودره، ومعلقه صغيره من البصل البودره، وحطيتهم الاثنين على بعض. تمام، هي دي كده المكونات بتاعتي. هروح اغسل الحاجه واحطها جوه القدره ونرجع مع بعض تاني، استنوني. غسلت الحاجه وحطيتها جوه القدره، شايفين شكلها اصلا جوه القدره تحفه ازاي، وحطيت كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها، البابريكا والحاجات دي كلها. بس انا كمان بحب احط يعني اضافه كده صغيره مني كده، بتفرق معايا برده عشان الناس اللي بتعاني من القولون وانتفاخ القولون، بحب ان انا احط معلقه صغيره من الكمون. تمام اهي، هو احنا كده كده اصلا اوريدي لما بنيجي ناكل الفول في كمون، بس وهو بيستوي كمان وفي كمون لان احنا ما نقعناهوش، فطبعا ايه ده بقى هيمص الكمون، ده هيمص كل الايه يعني الحاجات اللي بتتعب القولون اللي جوه الفول. تمام، تعالوا بقى معايا ميه مغليه بتغلي كويس قوي، هنحطها وهي بتغلي. بالميه المغليه، بسم الله الرحمن الرحيم اهو، وننزل كده اهو بالميه المغليه بتاعتنا بالشكل ده. لازم نملى القدره على الاخر. بصوا دي القدره اللي انا كمان كنت بستعملها قبل كده، استنى اوريكم شكلها اهي. دي قدره انا اللي غاليه فيها الميه اهي، والغطا بتاعها الومنيوم اهي، دي شكل القدره بتاعتي. تمام، تعالوا بقى نشوف كده اهو، نشيل دي كده اهو ونجيب دي تاني. بسم الله اهي، هقلب بس كده تقليبه واحده، عايزه اقلب بس البتاع. بصوا انا عايزه اوريكم ان المغرفه بتدخل جوه عادي، مغرفه كبيره كمان اللي هي الحجم الكبير. عايزه اقلب الحاجه كده اهو كويس قوي، تمام، عشان ما يبقاش في حاجه راكده فين تحت كده اهو، وهنغطي عليها بالغطا بتاعها بتاع القدره اهو بالشكل ده، وهنحطها على نار مباشر وتوطي عليها النار، كده كده الميه مغليه، هنوطي النار ونسيبها تستوي. هتقعد قد ايه؟ مش هتقعد، احنا بنقعد القدره من 3 ل 4 ساعات، دي هتقعد ساعتين وتلاقي الفول بقى زبده اصلا. الفخار بيسوي اسرع من اي حاجه ثانيه خالص يعني، وبعدين صحي. تمام، وممكن كمان لو بتحبي تحطي على السخان الكهرباء، الناس اللي عندها السخان بتاع الفول، السخان الكهرباء تحط عليها الفخار، اه بيتحط عليها، انا هحط على السخان الكهرباء، بس انت لو عايزه تحطي على نار مباشر حطي على نار مباشر. بس انا مشكلتي ان انا عندي انبوبه، ما عنديش غاز طبيعي، فالانبوبه بتخلص، انما السخان الكهرباء بندفع كهرباء، انما بحتس على الانبوبه، فعشان كده احطه على السخان الكهرباء. هوريكم برده شكله ايه السخان الكهرباء.
شكل كده لسخان الكهرباء. تمام، بيتباع في العتبة أو عند بريموس عند أي حد، سعره مش غالي خالص، سعره بيبتدي من 35 جنيه. كده اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده اهو، وهسيبها بقى لحد ما تستوي خالص وبعد كده نشوف هنعمل ايه. تعالي بقى اوريكي هنعمل الدقة ازاي، زي اللي بتشتريها من بره واحلى كمان وانضف. بص يا ستي، معايا هنا اهو دي كوباية كبيرة قوي 400 جرام تمام ميه، ماشي، كوباية كبيرة، ممكن تحطي كوبايتين ميه عليهم، ربع كوباية خل خام اللي هو الخل اللي هو من ازازة الخل على طول يعني اللي بتشتريه، اللي هو الخل اللي بنعمل منه الاكل عادي، ماشي. معايا كده ربع كوباية على كوبايتين يعتبر ميه، ماشي. معايا بقى التوابل، ودي اهم حاجة في الوصفة. معايا معلقة صغيرة من البابريكا، معايا معلقة صغيرة من الكركم، ومعايا نص معلقة من الكزبرة، معايا معلقة كمون صغيرة مليانة، ومعايا معلقة ثوم بودرة مليانة، ماشي. طيب معانا ايه كمان من التوابل؟ معايا معلقة شطة، او ممكن تستبدليها بهريسة، او ممكن تطحني شوية فلفل اخضر مهروسين، ماشي، يعني تضربيهم كده في الكبة وتحطيهم. انا مش عايزة احط فيها فلفل، انا احط فيها شطة زي ما قلت لكم، حبة صغيرين، مش هيبقى حراق ولا اي حاجة، بس هيدي طعم وتست حلو قوي. معايا هنا هو نص معلقه من ملح الليمون، وده مهم جدا جدا، هيحافظ على الدقه مهما قعدت عندك شهر كامل مش هتبوظ. كمان بيديني تست اكني عصر عليها ليمون، لان لو حطينا ليمون هتحمض معايا وهتمرر. هنا معايا ملح، الملح بتاعك حسب الرغبة، بس انا معايا هنا معلقة كبيرة مليانة، ومعايا نص معلقة من السكر، والسكر هنا برضو بيعمل معادلة مع الخل ومع ملح الليمون، بتبقى حلوة جدا وبتدي كمان تست حلو. هنزل بالمقادير دي كده اهو على طول زي ما انتم شايفين على المية اللي عليها الخل بالشكل ده، وهقلبهم. عايزة اقولك بقى اني ان التتبيله دي حلوه جدا جدا، الدقه دي رهيبه رهيبه رهيبه، هتعجبك جدا ان شاء الله باذن الله. هنعمل ايه بقى؟ لو عايزه تزودي ميه تاني زودي، مفيش مشكله خالص. هنحطهم بقى في ازازه، ماشي، ويستحسن ان هي تكون ازازه ازاز، يعني يستحسن يعني الافضل في ازازه، ونحطها في باب التلاجه، لا تقعد عندك شهر شهرين مش هيحصل لها اي حاجه، بس بتبقى جاهزه معايا طول رمضان ما بستغناش عنها الصراحه يعني. فهخلص بقى دي وعبيها في ازازه، وبعدين نشوف بقى اخبار الفول ايه. في الاخر هعمل معاكم طبق فول، بس عايزه كمان اوريكم حاجه مهمه جدا النهارده، بما ان احنا عملنا الدقه. طيب في ناس بقى ما بيظبطش معاها الزيت الحار اللي بتشتريه من عند مثلا اللي بيبيعوا زيت الحار، السرجه او اي حد يعني بيبيع زيت حار زي اللي بتاكله على عربيه الفول. زيت الحار اما بتيجي تعمله في البيت بتحس ان هو لازع قوي وبيحرق كده في الزور، ويبقى طعمه مقزز شويه، مش زي لما باجي اخده من على عربيه الفول ويحط لي كده زيت حار، بحس ان هو خفيف وطعمه حلو. طيب ايه السر في كده؟ هقول لك ايه السر في كده، تعالي اقول لك. طيب ادي معايا الزيت الحار اهو زي ما انتم شايفين، اهي معايا دي ربع كوبايه زيت حار، ماشي، ده سك خام خالص زي ما جاي، ماشي. طيب هما بقى ما بيجي يحطوه على العربيه بتحس ان هو خفيف، ما بيبقاش لازع كده، ايه السبب؟ هقول لك بقى ايه. اولا الزيت الحار اغلى من الزيت الحلو اللي هو الزيت العادي يعني، ماشي، فبيجيبوا بقى الزيت العادي بالشكل ده، ماشي، ويروحوا مقلبين الزيت الحار ويحطوا عليه زيت حلو بالشكل ده. بصي شايفه، بيحطوا على يعني هم لو جابوا كيلو، لو جابوا كيلو بيحطوا عليه كيلو ونص من الزيت الحلو، يعني كيلو الزيت الحار بيحطوا عليه كيلو ونص من الزيت الحلو، بس هو كمان لازم يتقلب يعني مش كده بس. هجيب معلقه نقلبه اهو، بصي تمزجي الزيت ده مع الزيت ده، وريحه الزيت الحار بتشميها برضو هي نفس الريحه، تمام. يبقى هما بيخففوه بايه؟ بيحطوا عليه زيت حلو اللي هو الزيت العادي، اي زيت، زيت قلي، زيت عباد، بس زيت ذره لا طبعا، ماشي، اي زيت من الزيت دي، ويروحوا مقلبينه كده وحاطينه في ازازه. هو ده بقى الزيت الحار بتاعهم اللي بيبقى خفيف مش تقيل، هو ده السر بتاع الزيت الحار بتاع العربيه، غير لما بنشتريه ونيجي نعمله في البيت بنحس ان هو صعب قوي، لان هم بيحطوا الكيش الخام، الخام غالي جدا، تمام، فهم بيزودوه لك بالايه؟ بالزيت الحلو
وبرده بيبقى نفس اللون ونفس الريحه. تمام، فانا كده قلت لكم على الاسرار. برضو الزيت ده تقدري تحطيه في برطمان ازاز وتقفلي البرطمان وتحطيه بقى عندك عادي في درفة المطبخ، مش هيحصل له اي حاجه. لو قعد سنتين ثلاثه ما بيحصلوش اي حاجه، الزيوت ما بيحصلهاش حاجه. الفول استوى وطفيت عليه على الفجر كده، وقمت كده دلوقتي عشان اسخنه. تعالوا كده اوريكم شكله. اول حاجه بصوا، بسم الله ما شاء الله، شايفين اللون عامل ازاي؟ بصوا لون الفول عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. تسوية على القدرة حاجة كده خيال، أول مرة أسويه على القدرة ويعجبني بالطريقة دي. زبدة 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 زي بتاع الشارع بالظبط، طالع نفس اللون. بصوا كده اهو، نفس اللون بتاع بره اللي بنشتريه من بره. بجد بجد يا جماعة تجربة عجبتني جدا 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 بجد. كل سنة وانتم طيبين، وفرحان قوي بالقدرة دي. والقعدة بتاعتها تقدري تحطي فيها شمعة وتخليها سخنة دايما القدرة بتاعتك على السفرة في السحور، فدي هتبقى حلوة جدا جدا. هنغرف كده مع بعض طبق فول اهو، شايفين الفولة ما سودتش خالص معانا ازاي. يلا بقى كده نغرف مع بعض طبق فول ونحبشه كده اهو مع بعض، يلا بينا اهو. شايفين الفول عاملة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، حاجة كده بألف هنا وشفا. بصوا بقى، معلش انا همسك فولاية عشان اوريكو التسوية بتاعتها. بصوا بصوا الفولاية، شايفين زبدة اهي. تمام، مش هحطها بقى في الطبق. تعالوا بقى نحوج الطبق الهايل ده. دي شوية من الدقة بتاعتنا اهي الجبارة. تمام، هي لازم تقلبيها كل مره قبل ما تحطي عليها اهي، ده سر بقى الدقه، تفضل معاكي على طول طول شهر رمضان وتبقى زي بتاعت بره بالظبط. والزيت الحار الخفيف الهادي، تعالوا نحط منه طينا كده اهو، شويه الزيت والدقه، وبالف هنا وشفا طبق فول محترم. ايه رايكم بقى؟ يا رب النهارده الحلقه بتاعتي تكون عجبتكم وتكون كمان فادتكم. ولو عجبكم حطوا لايك كتير للفيديو، واشوفكم في ابداع جديد من مطبخ زيزي على قد ايدي. وباي باي حبايب قلبي زيزي.